هلا والسلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح نبلش محاضرة 13. آخر محاضرة إحنا كانت إنه شرحنا بيها شلون سوينا سيرفيس وشلون سوينا انترفيس لهذا السيرفيس، شنو شرحنا شنو هو الجينيريك كلاس، أوكي شنو هو الجينيريك كلاس اللي هو راح نستخدمه على مود نحطه بداخله الفانكشنات مال الدابرز، مال دابر بدون جمع ميسر دابرز، الفانكشنات مال الدابر. اوكي، فهسه اليوم راح نبدي نشرح نكمل اول شغله بالموقع مالتنا، لانه اتصور لحد هنا احنا صارت عندنا فتشي يعني شبه كامل، انه شرحنا شنو هو الانتيتي، شرحنا شنو هو الانتيتي ماب، سوينا كونتكست، شرحنا شوية على الدابر، سوينا جينيريك كلاس، خلينا فانكشنات الدابر بداخله، سوينا سيرفيسات وانترفيسات تتعامل ويا الدابر، سوينا كلاس جيسون ويب توكن، سوينا لوجر، سوينا كنترولر الاكونت، سوينا فيوات مال الاكونت. هسه اليوم راح نبدي نسوي او نشغل اول صفحة اللي هي صفحة اللوجن، على اعتبار انه الاساس صار تقريبا جاهز عندنا، باقي شي كم حاجة صغيرة بالاساس مال البرنامج ايضا نكملها ان شاء الله على المحاضرات الجاية. فهسه اليوم راح نجي نكمل وين؟ نكمل على الاكاونت كنترولر. الاكاونت كنترولر عرفنا بداخله سيرفيس اللي هو مال يوزر سيرفيس، عرفنا هذا السيرفيس عن طريق الديبندنسي انجكشن، مليناه عن طريق الديبندنسي انجكشنز. فاليوم احنا ايش راح نجي نسوي؟ راح نجي نشتغل على اللوجن، نشوف شنو عندنا نقص باللوجن. الحاجه الاولى من نسوي لوجن انه عندنا يوزر نيم وباسورد، راح نروح نشيك هذا اليوزر نيم والباسورد، اوكي نجيبه من هنا من هاي الفانكشن. طبعا هاي شرحها بالمحاضرات السابقه، اذا اكو ناس موجودين اليوم بالبث واكو اشياء يشوفوها غريبه فبس مجرد باعوا المحاضره السابقه راح تتوضح لكم شنو هاي الاشياء. زين، هسه اذا لقينا اليوزر هو نل فراح نقول له اكو اسم المستخدم او كلمه المرور خطا، اذا لا اسم المستخدم لا يساوي نل معناها انه عندنا يوزر احنا شغال طبيعي، فراح نسوي هو اونلاين ونسوي اللاست لوجن مالته وننطيه توكن، اوكي ونعدل تفاصيل اليوزر هذا ونروح نسيف التعديل بالداتابيس. بعدين نخلي اليوزر بالكاش اللي هو هذا اليوزر مانجر اللي هو الكاش مال اليوزريه، نخلي اليوزر بالكاش. اوكي، هسه قبل لا نحط اليوزر بالكاش اكو شغله احنا بالماستر كلاس قلنا لازم دائما نسويها، اللي هو شنو؟ قبل لا نجيب داتا من الكاش وقبل لا نخزن داتا من الكاش لازم نملي اليوزر اي دي، لان على اساس اليوزر اي دي راح نسمي الكاش. اوكي، فبالاكونت كنترولر قبل لا اخلي اليوزر قبل لا اخليه بالكاش ايش راح اقول له؟ راح اقول له اندرسكور اليوزر اي دي اللي هو يعتبر الكي مال الكاش، سوي لي اياه هو من هو؟ هو اليوزر دوت الاي دي. فهسه انا ايش سويت؟ عرفت قيمه الكي مال هذا المستخدم، بعدين من اضم قيمته باليوزر مانجر يعني من اضم قيمته بالكاش القيمه مالته راح تعتمد على الكي اللي هو راح يجي عن طريق اليوزر اي دي مالته. فاهمين الفكره؟ لانه مثل ما قلنا انه اليوزر مانجر راح اسيته وارجعه عن طريق كلمه يوزر واليوزر اي دي، فاني قبل لا اضم اليوزر بالكاش لازم اني اعرف قيمه اليوزر اي دي. قيمه اليوزر اي دي منين جبتها باللوجن؟ جبتها من اوبجكت اليوزر، من الاي دي اللي موجود باوبجكت اليوزر، فانطيت قيمه لليوزر اي دي بعد ذلك انطيت قيمه الكاش. اوكي واضح؟ زين، هسه اذا صار اوكي فايش قلنا له؟ تم تسجيل الدخول بنجاح. اذا صار عندي اي خطأ، نعم عيني جواب، نعم يا يوزر نيم، طبعا هو هذا وين متعرف؟ هذا وين متعرف؟
هذا متعرف بالماستر وهو بابليك، فمن احنا اجينا ورثنا الاكاونت من الماستر، فهذا اليوزر اي دي صار من ضمن الاكاونت عن طريق منه؟ عن طريق الوراثة. طخت؟ اوكي زين. هسه هذا اللوجن بصورة مبسطة، سوينا لوجن، سوينا توكن، سوينا هاي الاشياءات. هسه راح نجي شو نسوي؟ نجي نشغل هاي فانكشن اللوجن فعليا. اوكي نجي نشغلها. زين قبل لا نشغلها نقول هسه احنا ما عندنا يوزر، فاني شلون راح اسوي لوجن واني ما عندي يوزر؟ فلازم هسه شو اشغل قبلها؟ قبل لا فعليا يعني هسه هاي كامله فانكشن اللوجن. اوكي لحد هنا خلينا نقول هي كامله، بعدين اذا اجتنا افكار زايده نريد نحطها نقدر نحطها باللوجن. بس هسه قبل لا اسوي لوجن انا ما عندي ولا حساب بالداتابيس. زين انا حسوي لوجن اعتمادا على شنو؟ انا ما عندي يوزريه. فايش راح نسوي؟ راح نجي ايضا نشغل هسه او نكمل فانكشن الريجستر اللي هي فانكشن انشاء حساب جديد. اوكي نسوي فانكشن الريجستر ونروح نطبق فانكشن الريجستر، وبعدين ورا ما يصير عندنا حساب عن طريق الريجستر نرجع نسوي لوجن. اوكي زين هسه الريجستر شنو راح يكون؟ راح يكون عباره عن يوزر نيم وباسورد وايميل، بعدين راح ندز بريد الكتروني لهذا الايميل. اوكي ونطبب الكود، وهاي التفاصيل كلها راح نسويها. زين هسه اول شغله نجي نسويها بالريجستر، نقول له نفتح هاي التراي والكاش. طبعا انا حاخذ الكاش كبي وراح افتح هيجي تراي تراي والزق الكاتش بيست. انت عاجز اكتبها هسه بس مجرد حغير بدل هاي اخلي ريجستر. زين هسه هذا دا يعترض لانه هاي مستخدمه سالفه الاويت سالفه الاسنكرونس، هاي بعدها ما صايره اسنكرونس. فايش راح اقول له؟ راح اقول له اسينك تاسك جيسون ريزولت تاسك جيسون ريزولت. هسه كل شيء شغال طبيعي. زين هسه نجي اول شغله نسويها، نروح نتاكد هل اكو هيك يوزر نيم بالسيستم، لان احنا ما يصير نسوي حسابين بنفس اليوزر نيم. فاول شغله نسويها قبل لا نكريت اليوزر نتاكد انه ماكو يوزر بنفس هذا اليوزر نيم اللي احنا بدنا نسويه الجديد. اوكي فايش راح اسوي؟ راح اروح على اليوزر سيرفيس، اروح على المودل، اروح على اليوزر سيرفيس الانترفيس مالته والسيرفيس مالته، اروح على اليوزر سيرفيس. بداخل اليوزر سيرفيس ايش اسوي؟ اسوي public async task users. ايش اسوي؟ اسوي function اسمها check user check username أو check user detail check user info. أوكي هاي check user info إيش راح أدزلها؟ راح أدزلها string user name و string email. اشيك اليوزر نيم واشيك الايميل، لان لازم ما يصير عندي حساب بنفس اليوزر نيم وحساب بنفس الايميل. اوكي لازم كل حساب بيوزر نيم وايميل يونيك، ابد ما موجودات بقيه الحسابات. اوكي زين هسه هنا شو راح نجي نقول له؟ ريتيرن اويت اندرسكور نستعمل اليوزر سيرفيسز دوت get entity asynchronous نعبر البارامترات مالتنا اللي هي عبارة عن username و email
ونجي ناخذ هاي الكوبي حد هنا. شو نسمي هاي مالتنا؟ نسميها users check user info. اوكي users underscore check user info. زين هسه هاي عباره عن stored procedure. شو تريد؟ تريد يوزر نيم وتريد ايميل. فناخذ هاي الاسم، احنا طبعا بعدنا ما مسويها، ناخذ هاي نروح للداتابيس، نلغي هذا الكونكشن، نسوي الكونكشن مالتنا اللي هو وين موجود الداتابيس مالتنا، موجود على اللوكال هوست، على السيرفر اللي موجود باللوكال هوست. هاي الداتابيس مالتنا، حاليا عندنا ستورد بروسيجر واحدة، هسه راح نسوي ستورد بروسيجر ثانية. راح اجي شلون اسوي ستورد بروسيجر؟ اقول لك كرييت بروسيجر، انطي اسمها اوكي از بيجن اند. هسه هاي الستورد بروسيجر شنو البارامترات اللي تريدها؟ تريد بارامترات اثنين. شنو ان هاي البارامترات الاثنين؟ البارامتر الاول يوزر نيم، ايش راح اقول له؟ at username عبارة عن n var char 30. حتى لو اخلي حجمها البراميتر هواية عادي ماكو مشكلة. اوكي at email n var char ايضا 30، او خلي الايميل 50 حتى اخاف واحد يكتب ايميل كبير. اوكي زين هسه هنا ايش راح اقول له؟ هاي ايش راح تسوي؟ شنو الفائده من هاي التشيك يوزر انفو؟ التشيك يوزر انفو حروح ادور هل اكو مستخدم بهيجي اسم وبهيجي ايميل؟ اذا اكو ارجعه. اذا اكو مستخدم بهيجي اسم وبهيجي ايميل ارجعه. فهنا ايش راح اقول له؟ راح اقول له سيلكت ستار فروم سكيورتي dot users where username يساوي at username and email يساوي at email. اوكي بهالسهوله هاي. ولازم بعد شنو؟ لازم and نقول له، نقول له انت دور لي على هيجي مستخدم، بس لازم شنو؟ اي هذا هو. حتى لو كان عندنا احنا مستخدم محذوف وماخذ هذا اليوزر نيم، ما نسمح له يسوي يوز واحد ثاني بنفس اليوزر نيم. يعني حتى لو كانت عندنا مستخدمين محذوفين واليوزر نيم مالتهم هيجي، ما نخلي احد يسوي نفس اليوزر نيم مالتهم. اوكي؟ فنشيك على شنو؟ نشيك على اليوزر نيم والايميل، بغض النظر عن انه اذا هذا اليوزريه اللي احنا ندور بيهم هم محذوفين، اكتيف مو اكتيف، كونفيرم مو كونفيرم، ما يهمنا. اوكي؟ المهم شنو؟ ندور على هيك يوزر نيم وهيك ايميل بالسيستم. اذا لقيناه نرجعه. فهسه هاي شلون راح نكريتها؟ مو كتبناها؟ نروح نقول له اكسكيوت هنا، نقول له اكسكيوت اتكريتت. نعم. And يعني لازم، لا مو انا جاي ادور، اي اذا يستخدم ايميل بغير يوزر نيم عادي، بس نفس الايميل ونفس اليوزر نيم ما يصير. هيك انا اريد، اي يعني اي عادي عادي ما عندي مشكله، اي لان هسه الفيسبوك عادي، انت اذا عندك فد ايميل تريد تحطه بثلاث اربع حسابات الفيسبوك يقبل، ما راح يعترض عليك. بالفيسبوك والله ما ادري، بس انا بالنسبه لي عادي انه اذا شخص يستعمل نفس الايميل باكثر من حساب ما ياثر عندي.
بس لازم نفس الحساب، ما يصير اكو عندي حساب متكرر بالاسم والايميل. هذا اللي انا اريد اوقفه. فانتم بكيفكم بعد حسب الحاجه مالتكم، مثلا تريدون مثلا المستخدم يسوي بس مره واحده يستخدم هذا الايميل ما يستخدمه بحساب ثاني، فخلوا اور مو اند. السجاد تقول الفيسبوك يعترض على الايميل والرقم. اوكي اخوش ملاحظه. اي فانتم بكيفكم، اذا تريدون انه الايميل يكون مستخدم، الايميل او الرقم او اليوزر نيم يكون مستخدم فقط يعني بحساب واحد، فلا تخلون اند، خلوا اور. اوكي اصلا حسوي مثلكم، غيرت رايي. يلا اوكي هاي امشي ورا طلبات المستمعين. بس انا بالنسبه لي ما يضرني اذا صار انه اكثر من حساب بنفس اليوزر نيم، بنفس الايميل العفو. حسب اي حسب انا حاجتي شلون انا اريد ابني الموقع مالتي. اوكي هسه اوكي حاسوي مثلكم، حاسوي انه ايميل واحد لكل مستخدم. اوكي فسويناها اور مو اند، على مود اذا اكو هيك يوزر نيم او اكو هيك ايميل على مود اثنيناتن نرجعهن. في حال اذا اليوزر نيم مالته هيك او الايميل مالته هيك، فرجع لي هذا الحساب اللي يحتوي على هاي المعلومات. زين هسه نسد البروسيجر مالتنا. طبعا من اكتب البروسيجر ما تبين هنا لحد ما اروح على الستورد بروسيجر واقول له ريفرش، اروح عليها واقول له ريفرش، يلا تطلع لي الاشياء الجديده اللي انا سويتها. اوكي زين هسه هاي الفانكشن، هسه هاي الفانكشن ناخذها كوبي، ناخذ بس الهيدر مالتها كوبي. شوفوا اخذ بس الهيدر مالتها كوبي، اخذتها كوبي، اروح اضيفها وين؟ اضيفها بالانترفيس، لان انا لحد الان ما ضايفها بالانترفيس، ضايفها فقط بالسيرفيس. اروح للانترفيس اضيفها بالانترفيس، بس بالانترفيس لازم امسح الاسنكرونس من عندها لان هي فقط تعريف، فعرفتها بالانترفيس واخلي بنهايه السيمي كولون. هسه وين عرفتها؟ عرفتها بالانترفيس مال اليوزر. اوكي زين هسه نرجع شو نسوي؟ نرجع بالاكونت كنترولر نستخدمها. شو نقول له؟ نقول له نعرف يوزرز، يوزر يساوي اندرسكور يوزر سيرفيس دوت، شنو الفانكشن الجديد اللي احنا سويناها؟ تشيك يوزر انفو. هاي تشيك يوزر انفو شو تريد؟ تريد يوزر نيم كوما تريد باسورد، نقول له سيمي كولون. هسه هاي دي يعترض لانه هاي تريد قبلها اويت، لان هي تشتغل اسنكرونات. زين هسه هنا ايش راح نجي نسوي؟ اذا لقينا هيك يوزر، العفو لا مو يوزر نيم، لازم نعبر ايميل، سوري يوزر نيم وايميل، لان احنا دنشيك اليوزر نيم والايميل. اذا لقينا هيك يوزر بنفس اليوزر نيم والايميل، اوكي يعني اف اذا هذا اليوزر لا يساوي نل، اوكي معناها اكو هيك يوزر بنفس هاي التفاصيل. اذا اليوزر لا يساوي نل معناها انه احنا لقينا يوزر بهاي التفاصيل، فش راح نقول له؟ راح نقول له ريتيرن، نرجع فولس. وشنو بداخل هذا الفولس؟ داخل هذا الفولس نقول له يعني فديجي فد مسج مثلا، عذرا اسم المستخدم او البريد الالكتروني مستخدم في محجوز، اسم المستخدم او البريد الالكتروني محجوز. هاي اذا لقينا اي حساب مطابق للتفاصيل اللي هذا مال الحساب الجديد اللي الواحد يريد ينشئه. زين هسه لا، اذا ما لقينا حساب مطابق، هذا اجت شيكناه ما لقينا هيك شيء، ما لقينا هذا اليوزر نيم او الايميل احنا موجود عندنا قبل،
فهنا بهالحالة شو راح نسوي؟ راح نعرف له، طبعا هذا ما اريد اسميه يوزر، اريد اسميه تشيك. اريد اسميه تشيك على مود اني اسمي غير واحد يوزر، هذا حسميه تشيك عادي، ترى اقدر اسميه الاوبجكت اي اسم، اهم شيء النوع مالته. هسه هنا ايش راح اقول له؟ راح اعرف حساب ثاني يوزر ثاني، ايش اقول له؟ اقول له يساوي نيو يوزرز. هسه بداخل هذا اليوزرز اللي هو اسمه يوزر واللي هو عبارة عن نيو يوزر، ايش راح اقول له؟ راح اقول له اليوزر نيم مالته يساوي اليوزر نيم اللي جاي كبراميتر كوما، بعد الباسورد مالته يساوي الباسورد اللي جاي كبراميتر كوما، بعد الايميل مالته يساوي الايميل اللي جاي كبراميتر، بعد شنو؟ شنو بعد اللي ما عرفته؟ الإز أكتف مالته يساوي ترو، الإز ديليتد مالته يساوي فولس، الإز أونلاين يساوي فولس لأن هو بعد ما مسجل دخول. أوكي، بعد شنو عندي؟ الانسيرت ديت مالته يساوي الديت تايم دوت يو تي سي ناو، طبعا ما يصير نخلي سيمي كولن، لازم كله كوما لان انا دا اعرف متغيرات الاوبجكت اثناء النيو مالته. بعد شنو اريد؟ اي دي كونفيرم لاست لوجين لاست لوج اوت توكن، هذا بعد ما انطي توكن هنا. ابديت ديت بعد احنا ما مسوي له ابديت، اي دي ما ننطي اي دي، هو الداتا بيس هي راح تعطي اي دي. ايش يبقى؟ يبقى ها الاس كونفيرم، الاس كونفيرم مالته هذا بعد ما صاير له كونفيرم، الاس كونفيرم مالته هو شنو؟ هو فولس. وبعد شنو؟ بعد انه يبقى الكود مالته. هسه احنا هنا شلون راح ننطي الكود؟ اريد اسوي فد شيء يولد لي كودات، اوكي، بحيث ما تطلع مش شابهه ابد، ماشي؟ فالكود مالته مين راح اخذه؟ هسه لحظه هسه اشوفكم. الكود مالته هنا قبل اليوزر ايش راح اعرف؟ راح اعرف كلاس راندوم، عرفت كلاس راندوم. هذا الراندوم شنو الفائدة من عنده؟ الفائدة من عنده انه يولد لي ارقام بشكل عشوائي، اوكي؟ فهنا الكود ايش راح اقول له؟ الكود هو عبارة عن راندوم دوت نيكست. شنو الفائدة من النيكست؟ حنطي المينيمم فاليو، هذا الراندوم يولد لي رقم عشوائي، فانا ايش راح اقول له؟ راح اقول له المينيمم فاليو مالته هي واحد، والماكسيموم فاليو مالته هي مثلا 100,000، فهذا راح اخليه محصور فهسه شنو سوينا؟ عرفنا اوبجكت نوع راندوم، هذا الراندوم راح نستخدمه على مود شنو؟ على مود يولد لنا رقم عشوائي، هذا الرقم العشوائي مالتنا راح نخليه بين منو؟ راح نخليه بين 100,000 وبين 999 999، بين 100,000 وبين 999,999، فعلى مود هذا راح يولد لنا رقم عشوائي متكون من 6 ديجيت، اوكي،
متكون من 6 ديجيت بين ال 100,000 إلى حد ال 999,999,999. أوكي؟ هسه هذا إيش راح يرجع لنا؟ راح يرجع لنا رقم انتجر. الكود مالتنا شي يريد؟ يريد رقم سترينج. فإحنا إيش راح نقول لهذا؟ دوت تو سترينج. أوكي؟ فهسه الكود خزننا بي رقم عشوائي بين ال 100,000 ل 999,999. أوكي؟ حد هنا تمام؟ زين، هسه يبقى شنو بعد الأشياء اللي إحنا ما منطيها قيمة؟ الـ ID ما ننطي قيمة، الـ Last Login، الـ Last Logout ما ننطيهن قيمة، الـ Token ما ننطي، الـ Update Date ما ننطي، والـ Version ما ننطي قيمة. هاي هن بعدين يلملن. أكو من عندهم بعدين يلملن، وكو بعدين إحنا أصلاً ما محتاجين. فأنطينا معلومات اليوزر الأولية اللي إحنا نحتاجها. أوكي، معلومات اليوزر الأولية اللي نحتاجها سويناها. هسه ورا ما عرفنا اليوزر راح نروح شو نسوي؟ شلون نسوي له خزن بالداتابيس؟ نجيب الكونتكست دوت يوزرز دوت اد اسنكرونس. الاد اسنكرونس شو ندزله؟ ندزله اليوزر اوبجكت. وقبله شو نستخدم؟ نستخدم اويت ونقول له سيمي كولن. هسا ضفنا هذا الاوبجكت اليوزر، ضفناه للدي بي سيت مال الكونتكست مالتنا. شنو اللي يضمن هذا الكود ما يكرر ابد؟ هو ممكن يتكرر، هو عادي ممكن يتكرر، انا مو ماريده يتكرر ابد، بس يعني كلش قد راح يتكرر. يعني هذا الكود الست ارقام اللي راح هذا الكلاس الراندوم يولده، يعني نسبة تكرار ايش قد راح تكون؟ مثلا واحد بالالف هم انا قابل، واحد بالعشرة الاف حتى لو يتكرر واحد بالمية هم انا عادي بالنسبة لي. فاهمة قصدي؟ فمثلا يعني هسا الفيسبوك من دا الديسكودات اللي هي عبارة عن ست ارقام والمستخدمين مال الفيسبوك هم بالملايين. اوكي، هو مو هم ضامنين انه هذا الكود ابو ست ارقام ما يتكرر، بس على الاقل انه اني يعني من اجاني كود ابو ست ارقام، يعني صعب انه واحد يقعد يجرب كود ابو ست ارقام على مود يطب الحساب، يعني الحساب غير شخص. لا هو مو ما راح يتكرر ابد، لا هو ممكن يتكرر بس نسبة تكراره قليلة. يعني هاي الست ارقام كلش قد تريد تتكرر لنفس اليوزر، فشي كلش قليل. بس مال انه تتكرر لهواي يوزرية طبعا كلش طبيعي انه عادي خد تتكرر لهواي يوزرية، بس اكو فد شيء انه مثلا اني من اريد اطب الحساب واحد وهذا الكود ابو الست ارقام راح لهذا الواحد، فاني شنو نسبه احتمال انه اني اي شيء والله اصفن واطلع ست ارقام وتطلع هي نفسها اللي رايحه اله؟ يعني فد شيء كلش صعب انه واحد يقعد يسوي يجرب الست ارقام بين هاي الارقام ده يضمن انه هو ده يقدر يهكر حساب واحد، فشيء مستحيل يعني عمليا ومنطقيا مستحيل. وضحت الفكرة لو لا؟ جواب أسرع مني. لا مو شرط، ما لها علاقة. لا ما لها علاقة. الثريد ما له دخل بالراندوم، بس هو اكو فت خوارزمية يعتمدها الراندوم على مود يطلع اللي هو من ضمنها، من ضمن خوارزمية الراندوم. والله صراحة انا ما قارئ عليها كل شوي، بس تقدرون تطالعون انه شنو الخوارزمية اللي يعتمدها الراندوم على مود يولد ارقام عشوائية. تقدرون تراجعون كلاس الراندوم مال سي شارب. بس هذا الرقم انه عادي يتكرر، بس يعني كلش قد راح يتكرر، فشي جدا قليل. اوكي، واحنا قابل جد عندنا يوزرية. ضفناه اسنكرونس، حاليا احنا ضايفيه بس فقط للدي بي سيت، يعني ما ضايفيه بعدنا بالداتابيس. شو وقت حنضيفه بالداتابيس؟ من نسوي سيف. بس اشرح اقول له
راح اقول له context dot save change asynchronous. طبعا قبلها لازم ايضا ايش استعمل await. هسه تخزن هذا بالداتابيس، تخزن حاليا من طبقت save change راح تخزن بالداتابيس، من هاي طبقتها هذا فقط مخزون حاليا باللوكال بالميموري، بعد ما مخزون بالداتابيس من اسوي save change راح نخزن بالداتابيس. اوكي زين، هسه لحد هنا احنا ايش سوينا؟ شيكنا هذا اليوزر، لا هاي عادي تشتغل، بس اذا انت ما عندك شيء سيف ايش راح اسوي لك؟ وش ما اسوي؟ اذا انت ما عندك، شوف اي كل شيء ما حيتغير طبعا، يعني انت اذا ما عندك تغييرات صايره بيندينج، يعني انا هاي حاليا من قلت له اضيفها للداتا بسيت هاي صارت بيندينج تنتظر اسوي سيف على مود تنعكس على الداتابيس، فاني اذا ما مسوي شيء بيندينج وسويت سيف كل شيء ما راح يصير. اوكي زين، هسه تاكدنا من عنده هو ما موجود قبل، سوينا الراندوم على مود الكود، سوينا اليوزر، عرفنا اوبجكت اليوزر، ضفناه للداتابيس، وش سوينا؟ سيفنا. اوكي هسه هنا ايش راح نرجع؟ راح نرجع return، ناخذ هاي كوبي حد المسج، او خلينا ناخذها كلها كوبي، return نرجع السكسس ترو، نقول يا ترى انت صار عندك حساب صحيح، وش نقول له؟ تم إنشاء الحساب بنجاح. حندسها على شكل نوتيفيكيشن، لا مو يعني هسه أنا عندي فد لايبراري بالديزاين طلع لك نوتيفيكيشن، فهسه هنا هسه خليها من أوصل لها أشوف يالك. تم إنشاء الحساب بنجاح يرجى، هو اي هسه هاي الرساله غير اللي دا اكتبها بالعربي، بس نوصل للديزاين حشوفك شلون اطلعها. تم انشاء الحساب بنجاح يرجى مراجعه البريد الالكتروني لتاكيده. بس احنا ايش قلنا له؟ تم انشاء الحساب بنجاح يرجى مراجعه البريد الالكتروني لتاكيده. زين لحد هنا اوكي؟ لحد هنا تمام؟ زين هسه بعد شو نسوي؟ نحتاج هسه احنا مو سوينا كود، بس بعدنا لحد الان احنا ما دازين هذا الكود للايميل مال الشخص هذا، احنا ما دازين له هذا الكود على الايميل. فأني عندي كلاس، هذا الكلاس هو بالسي شارب، هذا يسمح لكم ان انتم تدزون ايميلات، يعني خلي الموقع مالتك يدز ايميل اوكي بشكل مباشر. نروح على هذا الكلاس، وين مسوي بالله؟ تصور مسوي هنا هذا مسميه اني ميل سيرفيس، راح اخليه ضمن الكلاسات، هذا الكلاس اللي يدز الايميلات راح اخليه ضمن الكلاسات. فهسه انا جبت الميل سيرفيس، طبعا هو عباره عن كلاس يدز شي صح ولا يدز ايميلات. اوكي انا مسمي ميل سيرفيس، انتم تقدرون تسموه اي شيء. اوكي زين هسه بداخل هذا الميل سيرفيس اكو عندي مجموعة فانكشنات، هاي المجموعة فانكشنات هي اللي راح تساعدني انه ادز حساب او ادز رسالة بريد الكتروني من الابلكيشن مالتي او من الموقع مالتي الى اي شخص.
اوكي حسب الايميل مالته. بداخل هذا الميل سيرفيس انا شو معرف؟ معرف برايفت ريد اونلي سترينج فروم، يعني هذا الايميل اللي راح استخدمه على مود ادز من عنده ايميلات. اوكي ايميل ات جيميل دوت كوم، مو شرط انه جيميل، اي سيرفيس انت معينه، بس انا افضل استخدم جيميل. هذا الباسورد مال هذا الايميل، فهذا الايميل اللي راح ندز من عنده وهذا الباسورد مالته، لازم انتم يكون عندكم ايميل وباسورد على مود البرنامج راح يستخدمه على مود من خلاله يدز ايميل. اوكي بعد ذلك انا شو مسوي؟ مسوي فانكشن. هاي الفانكشن شنو اسمها؟ هاي الفانكشن اي ايميل خاص بالموقع وباسورد مالته. اوكي فسوي لكم اي ايميل وباسورد خاص بالموقع. من يريد يطلب لك؟ يعني انت ايش راح تحط بيه؟ يعني سوي ايميل سيرفيس، يعني حتى لو احد هكره ما بيفيد شيء مهم، لا تربطه باي شيء، لا تربطه باي سوشيال ميديا، مجرد انه هو ميل سيرفيس. اوكي اي بالضبط، هو مجرد ميل سيرفيس، مجرد انه ايميل باسم موقعك يدز ايميلات، هذا هو. فهذا عبارة عن email@gmail.com، هذا الباسورد مالته. فهنا ايش راح نجي نسوي؟ راح نجي بداخل هذا الكلاس نعرف function اسمها sendmail. اوكي او sendemail، انا مسميها sendmail، ماكو فرق. فهاي شنو هاي الفانكشن؟ ادزلها التو مقصود بيها الحساب البريد الالكتروني اللي اريد الرساله تروح له. السبجكت يعني المحتوى مال الرساله، العنوان العفو، السبجكت هو التايتل، التايتل مال الرساله اوكي او العنوان مالتها، والبادي هو الكونتنت او المحتوى مال الرساله اللي اريد ادزها. فالتو هو الشخص اللي حتروح له، السبجكت هو العنوان والبادي هو محتوى الرساله. فراح اعرف ميل مسج اوكي اللي هي انا مسميها مسج. شنو السبجكت مالتها؟ هو السبجكت اللي انا دازه. البادي مالتها هو البادي اللي انا دازه. الفروم يعني منو اللي يدز هذا الايميل، فاني حستخدم هذا الفروم مالتي اللي هو الفروم حتى ادز استعمله. البادي هو عباره عن HTML، ممكن انه احنا الرساله مالتنا اللي ندزها يكون المحتوى مالتها على شكل HTML، فاني قلت له عادي ممكن انه البادي يكون HTML، والبرايورتي مالتها راح تكون هاي. اوكي على مود اضمن انه هي راح تطلع اول شيء بالبريد الالكتروني مال هذا الشخص. زين ورا ما سوينا المسج راح ايش اجي اسوي؟ راح اجي اسوي SMTP client. هذا الـ SMTP client هو اللي راح يستخدم، هو اللي فعلا راح يدز المسج مالتي. هذا فد كلاس موجود بالسيستم. اوكي كلاس موجود ضمن السيستم، ضمن السيستم دوت النت دوت الميل. اوكي هذا انطي بورت 587 دائما، اقول له enable SSL. الهوست اللي راح يستخدمه هو الـ SMTP .gmail.com. use default credential، اسوي طبعا هذا false. الكريدنشال اللي راح استخدمها هي منو؟ هي هاي الكريدنشال مالتي، الفروم والباسورد. اوكي انا اقدر استخدم الديفولت واطفي هاي مالتي الكريدنشال، بس انا اريد انه الايميل مالتي هو اللي يدز الايميلات. اوكي فاني طفيت الديفولت كريدنشال واستخدمت الكريدنشال مالتي اللي هي هاي الفروم والباسورد. اوكي زين بعد ذلك ايش راح اجي اقول له؟ اقول له هاي المسج، هاي المسج دزها للايميل اللي جايك بالتو. اوكي بعدين ايش اقول له؟ اخليها بتراي وكاتش واقول له smtb.send مسج. فاني هنا اشرح اقول له تم ارسال، تم ارسال البريد بنجاح، تم ارسال البريد بنجاح.
إذا صار عندي أي خطأ معين طبعا لازم أعرف اللوجر. عرفت اللوجر. فإذا اندزت وما طلع أي إرار فراح يطلع لي تم إرسال البريد بنجاح. إذا في حال طلع أي إرار، يعني مثلاً هذا البريد مالي للشخص اللي كاتبه غلط، إذا إنترنت ماكو، إذا أي سبب كان وطلع أكو خطأ بالإرسال، فراح أسجل هذا الخطأ وراح أرجع إنه لم تكتمل عملية إرسال. لم تكتمل عملية إرسال البريد. أوكي؟ ماشي؟ فهذا بهالسهولة سويت كلاس يدز لي إيميلات. أوكي؟ ماشي؟ زين. هسه إيش راح أسوي؟ راح آخذ هذا الكلاس اللي يدز إيميلات وأنشر ياكم بالقناة. نشرت لكم على ما تقدرون تاخذوه كوبي بيست. اوكي لا هذا مكاتب باسورد ما دزيت اخذت من انا كوبي. راح تخليني اشك بروحي. هو اي من الفايلات بس غير هذا اللي يلا تفتح عاد. لا يابا غيرت اللوكيشن والله. اصبر خلي اتاكد. حياته هذا الميل سيرفيس يقول له اديت ما ابي الباسورد هذا لان اخذته من البرنامج هذا اخذته من انا. اوكي زين هسه هذا دزيت ياكم على مود تقدرون انتم تاخذوا كوبي بيست. طبعا ها لازم على الاقل انه اغير النيم سبيس مالته vblogs دوت classes. اغير النيم سبيس مالته ماشي. فهذا النيم سبيس مالته مضبوط، هذا النيم سبيس مالته مضبوط، هذا النيم سبيس مالته مضبوط، هذا النيم سبيس مالته مضبوط. هسه ايش اقول له؟ اقول له كلوز اول. نرجع وين نروح؟ نرجع نروح على الكنترولر على الاكونت كنترولر. زين هسه هذا الاكونت كنترولر ورا ما انشانا اليوزر وسيفناه بالداتابيس ايش راح اسوي؟ راح اروح ادز الكود المن اخذ اليوزر. طبعا اسوي سالفه ارسال الكود قبل سالفه التسييف على مود اذا صار خطا بارسال الكود ما انشئ هذا اليوزر. اوكي فاهمين علي؟ فايش راح اسوي هسه؟ راح اقول له ميل سيرفيس mail equal a new mail service semicolon. بعدين ايش اقول له؟ اقول له mail dot send mail. هسه هذا ايش يريد من عندي؟ يريد من عندي تو. التو هو منو؟ هو الايميل مال المستخدم اللي دا ينشئ حساب بي. السبجكت شنو اسمه؟ شو اسمي السبجكت؟ انا دا اريد اوثقه يعني ااكده. confirm account. اوكي والبودي هو عباره عن code
وهذا الكود هو من هو؟ هو اليوزر دوت الكود. اوكي، بس ايش راح اسوي؟ راح ادز الايميل. اوكي، حتى في حال اذا طلع اي خطا، شوفوا اذا طلع اي خطا بارسال الايميل، هنا انا ايش راح اخلي؟ راح اخلي ثرو. هسه افهمكم شنو فائده هذا الثرو بالكاتش. اذا طلع اي خطا بارسال الايميل راح اروح وين؟ راح اروح على الكاتش. طبعا ما راح امسح هذا الريتير. اوكي، وش راح اخلي؟ راح اخلي اسجل هذا الايرور واخلي ثرو. الثرو ايش راح يسوي لي؟ اذا طلع اي خطا هنا حروح على الكاتش. من القى ثرو بالكاتش معناها شنو؟ من ارجع من هنا، من ارجع من هاي الفانكشن، الثرو ايش راح تسوي لي؟ راح ما تخليني اكمل هاي الكودات، لا، وانما راح تاخذني من هذا الكاتش قبل لهذا الكاتش. اوكي، بحيث اذا طلع اي خطا اثناء الفانكشن مال السيند ميل، من ارجع من الفانكشن مال السيند ميل ما راح اكمل هاي الخطوات، لا، وانما وين راح اقمز مباشره؟ راح البرنامج قبل وين يروح؟ يروح على الكاتش هاي. ليش؟ لان انا هنا ايش قايل له؟ قايل له ثرو، يعني معناها اخذ هذا الايرور لشكو كاتش قادمه راح تلقاها. فمن اجى هنا لقى اكو هاي الكاتش هي القادمه، فما كمل الخطوات اللي ورا هاي الفانكشن، وانما قبل وين راح؟ راح على الكاتش. وش قال له؟ حدث خطا اثناء عمليه تسجيل الدخول، او المفروض هاي ابدلها اثناء عمليه انشاء الحساب. راح اقول له حدث خطا اثناء عمليه انشاء الحساب. فحتى اذا صار اي خطا بعمليه ارسال الايميل، اوكي، الثرو راح تجيبني وين؟ راح تجيبني قبل لهذا الكاتش. اوكي، وما راح اسيف هذا اليوزر نيم وين؟ بالداتابيس، على مود من يرجع يعيد العمليه من جديد، اوكي، ما راح القاه هو مسيف بالداتابيس. اخذت؟ على مود اضمن انه الا يروح للكود يلا اسيفه، اذا صار خطا والكود ما راح له ما اسيفه، ويقدر يعيد عمليه انشاء الحساب من جديد. واضح؟ واضح اني لو لا؟ اكيد؟ زين، هسه اني هاي الشغله ما راح اسويها، انا بس مجرد خليتها قدامكم. خوش. اني هاي بس مجرد خليتها قدامكم، بس انا ما راح اطبقها. يعني حاليا ما اريد اطبقها لان لازم اروح اسوي ايميل واعطي باسورد واستخدمه، هاي سالفه شويه طويله. بس هاي راح اسوي لها كومنت. اوكي؟ وتخيلوا ان هي صايره. ماشي؟ ان شاء الله بعدين. نعم، جواب صغير. اي هو انا ما عندي بس السيند جام. لا بس واحده. هي بس هاي فانكشن السيند جام. اي بس هاي. هاي فانكشن واحدة. هاي فانكشن واحدة. ما عندي غيرها. هذا كلاس. كلاس هو اللي دا يساعدني ادز الايميلات. كلاس موفر لي اياه السي شارب. وموفرت لي اياه باكج النت باكج الميل. كلاس كلاس. اي داخل السيند ميل، هاي مو فانكشن. هذا اوبجكت. اوبجكت ال اس ام تي بي. اوكي؟ زين خوش. فالثاني هاي ان شاء الله من اسوي فد ايميل وباسورد اعود اقول لكم عليه ونستخدمه، بس طبعا ما اشوفكم الباسورد. لنفرض انه هاي صايره، نفرض انه هاي الخطوه صايره. يعني فهسه لحد الان صار عندنا، صار عندنا فد شيء شغال، اوكي طبيعي وكل شيء على اصوله. هسه هذا ورا ما يشتغل الريجستر ويكمل ويصير كونفيرم، ايش راح يصير؟ راح يصير لوجن. ايش راح يصير؟ راح يصير لوجن. هسه النوب بعد ايش يحتاج لنا؟ يحتاج لنا انه نسوي فانكشن تاكد لنا الكونفيرم. نسوي فانكشن تاكد لنا الكونفيرم. هسه احنا مو سوينا ريجستر ودزينا الكود
للإيميل مال المستخدم اللي يريد ينشئ الحساب. هسه ورا ما أصل وورا ما وصل للكود لازم نحتاج شو نسوي له؟ نحتاج إنه ناخذ الكود من عنده على مود نسوي له كونفيرم للأكاونت مالته. فش راح نسوي؟ راح نسوي فانكشن أخرى. ايش راح نسميها؟ راح نسميها function confirm. فراح ناخذ هاي ماكو داعي اخذها. راح اسوي function جديده راح اسميها public async task. هاي انت حفظتوها خب json result. confirm account. الconfirm account هي عبارة عن function راح ندزلها كود وندزلها email ندزلها كود و username و email. هاي وظيفتها شنو؟ راح تروح تشيكنا هل هذا الحساب اللي هيك اليوزر نيم مالته وهيك الايميل مالته وهذا الكود مالته هل فعلا هذا الكود مالته مطابق؟ اذا مطابق اوكي، اذا هذا الكود اللي شخص مدخله هو مطابق للكود اللي موجود بالداتابيس، لان احنا وين خزننا الكود؟ خزناه بالداتابيس قبل لا ندزه. ورا ما دزيناه اكدنا التخزين اوكي. هسه راح نشيك هل هذا الكود مال هذا اليوزر وهذا الايميل هو فعلا نفسه بالداتابيس. اذا رجعنا فعلا هو نفسه بالداتابيس ايش راح نسوي؟ راح نحول الحساب الى كونفيرم اوكي، ونسيفه ونقول له هسه روح سوي تسجيل دخول. فهنا ايش راح نسوي؟ اول حاجه نسوي تراي، بعد ذلك نسوي كاتش، بداخل الكاتش نخلي اكسبشن، هذا الاكسبشن هو عباره عن اي اكس. زين، ناخذ هذا المحتوى ناخذه كوبي نخليه بيست، ناخذ اسم الفانكشن نخليها هنا. هنا ايش راح نقول له؟ حدث خطأ أثناء عملية تأكيد الحساب. حدث خطأ أثناء عملية تأكيد الحساب، هاي في حالة إذا صاير أي إرار. هسا إذا ماكو أي إرار، فهنا احنا ايش راح نقول له؟ لا، هذا إذا صار إرار هاي واحد إنه أنت ضببت رمز خطأ. هذا هنا إذا صار عندي أي إرار بالشغل مالتي راح أطلع هاي المسج. بس ما سالفة إذا طب برقم غلط هاي هنا حنكتبها. أوكي؟ فهسه هنا ايش راح أحتاج أسوي؟ أحتاج أروح للسيرفيس والإنترفيس أسوي لي فانكشن جديدة. هسه أنا عندي فانكشن اللوجن وعندي فانكشن تشيك يوزر إنفو. ايش راح أسوي هسه؟ راح أسوي فانكشن جديدة. هاي جدست نوفل جدست اسوي بابليك اسينكرونس. طبعا اتاكدوا اكو شغله جدا مهمه، اي فانكشن تسووها بالسيرفيس وبالانترفيس لازم تكون بابليك اوكي. يوزر اي فانكشن تسووها بالسيرفيس او بالانترفيس لازم تخلون نوعها بابليك. فالكونفيرم اكونت ايش راح نجيب بيها؟ راح نخلي بيها كود ويوزر نيم وايميل. وش راح نقول له؟ راح نقول له ريتيرن await user service dot
get entity asynchronous، ننطي اسم الـ stored procedure، بعدين ننطي البارامترات على شكل object. البارامترات اللي عندنا هي شنية؟ بارامتر الكود، بارامتر اليوزر نيم، وبارامتر الايميل. هاي ايش راح نسميها؟ راح نسميها check confirm account، يعني نشيك تأكيد الحساب. check confirm account فهي عبارة عن security users underscore check confirm account. سنأخذ هذا الاسم copy check user info، تشيك اليوزر نيم والايميل. احنا هاي الجديده ندز وياها كود، هذيك ما بيها كود، اي هاي ندز لها كود على مود نتاكد ان الكود اللي احنا دزيناه على الايميل هو نفسه دا يستعمله ولا يستعمل غير كود غلط، اي من سيفته بالداتابيس، اي you can't do this, you can't do this, or you can't do another thing. يعني أنا أفضل أسوي بهالطريقة هاي. فأنت قصدك إنه تجيب معلومات اليوزر، أوكي؟ وتتأكد هل الكود اللي رجع ويا هذا اليوزر هو نفسه لو مو نفسه، صح؟ أني ما أفضل هيجي، تدري ليش؟ لأن أني أفضل إنه إذا المعلومة ما موجودة أصلاً ما أرجعها، مو أرجعها وأتأكد هو نفسه لو مو نفسه. يعني أنا بهالحالة إنه من دا أرجع دا أخزن مساحة بالميموري، وهاي المساحة قد أنا ما أحتاجها، لأن أنا دا أرجع معلومات اليوزر ودخزنها بالميموري وقد أنا ما أحتاجها. خب أنا أفضل إنه أرجع نل، إذا ما موجود أرجع نل، فهم قصدي؟ أحسن ما أرجع معلومات زايدة ما لها داعي. أفضل حالة مود لا يصير بالضبط بالضبط، على مود انه تعرف من عندك خطا عندك خطا بهالمكان هذا. يعني شوفوا هو كل الطرق تؤدي الى روما، يبقى انتو افكاركم، الشيء اللي انتو تحبون تسووه سووه، يعني ماكو خطا، الفكره اللي قايل عليها الولد ابد مو خطا، اوكي؟ كلش صحيحه، يعني نفس الصحيح نفس الصحه مال هاي مالتي، بس انا افضل انه اسوي لكل حاجه فانكشنها الخاصه، اوكي؟ يعني ذاتس ات، هيك مجرد انه ارتب بالنسبه لي. بس انتو شنو بكيفكم، يعني انتو شنو اللي انتو تحبوه، البروسيجر اللي هي سهله بالنسبه لكم، او مثلا عندكم بروسيجر مشابهه تقدرون انتو تستخدموها وتطبقون افكاركم عليها، يعني عادي روحوا استخدموها نفسها، لا تسوون مثلي انه بروسيجرات زايده از يوش. بس نكمل هاي تخلص المحاضرة. بس شنو عندنا؟ عندنا add code اللي هو عبارة عن unvarchar 15، عادي أدري 15 هواية بس يعني مو مهم، أنا أخلي الرقم اللي أحبه. add أيضا add username email username اخلي مثلا 30 والايميل اخلي مثلا 30، طبعا اخر كوما اشيلها. بس هنا ايش اقول له؟ اقول له select start from security dot users where username يساوي username and الايميل يساوي at
on الكود. نساوي الكود اللي أنا نزلته. فصارت عندنا هاي البروسيجر نفذناها. نجي على الستورد بروسيجر نقول له رفرش. فشوفوا هاي الطريقة مال الكتابة اللي أنا قايل لكم عليها، إنه نخلي اسم السكيمة بعدين اسم التيبل بعدين اسم البروسيجر، حتى بعدين من يصير عندي بروسيجرات هواية أنا أعرف هاي البروسيجر تابعة ليا تيبل، هاي البروسيجر تابعة ليا تيبل، هاي البروسيجر تابعة ليا تيبل. فاهمين قصدي؟ شوفوا هسه من أنا عندي ثلاثة، قبل مجرد إنه أقرأ الاسم أعرف هاي إيش تسوي وأعرف هاي لمن تابعة. يعني كلش مهم التسميات مالتكم، جدا جدا مهمة التسميات. اوكي؟ عمود بعدين من يصير عندكم بروسيجرات هواي، قبل تقدرون تعرفون هاي البروسيجر شو تسوي والمن تابعه. اوكي؟ فهسه صارت عندنا هاي البروسيجر كاملة. راح نروح نسوي السيرفيس مالتها. ناخذ هذا الكوبي. سوينا العفو احنا السيرفيس مالتها، نسوي الانترفيس مالتها. الانترفيس مالتها راح يكون عبارة عن الهيدر مالتها بس بدون الاسنكرونس. طبعا لازم يكون نهايتها سيمي كولون. فضفنا السيرفيس الانترفيس مالتها. هسه مجرد راح نجي نستخدمها. بالكونفيرم ايش راح نقول له؟ راح نقول له يوزرز يوزر يساوي يوزر سيرفيس دوت check confirm account. ندز له ندز له كود وندز له يوزر نيم وندز له ايميل. طبعا ده يعترض لانه هاي لازم تكون await. خلينا await كل شيء تمام. هسه راح نجي شو نسوي؟ راح نقول له if إذا هذا اليوزر equal equal null، يعني إذا ما رجعت لي، إذا ما رجع لي قيمة، إذا هذا إذا هذني الثلاثة ما رجع لي قيمة، ما رجع لي داتا، فش راح أقول له؟ راح أقول له return JSON new. اقول له success false. ليش؟ لانه ما رجع لي داتا. يعني لو هو اليوزر نيم غيره من دا يشيك، لو الايميل غيره من دا يشيك، لو الكود كاتبه غلط. اوكي؟ فراح اقول له، راح اقول له بالمسج معلومات تأكيد الحساب غير صحيحة. إذا else، إذا لا اليوزر اللي الكود أو اليوزر نيم أو الإيميل اللي دورناه لقيناه، لأنه هذا اليوزر خلينا نقول رجع لنا قيمة ما رجع لنا النل. أوكي؟ فبهالحالة إيش راح أقول له؟ إذا عبرت سالفة النل فإيش راح أسوي؟ راح أسوي هذا اليوزر راح أعدل. أنا مو مرجع معلومات اليوزر كلها، راح أعدل على هذا اليوزر. إيش أسوي له؟ أسوي الـ is confirm مالته إيش بي؟ true. سويته confirm. أوكي؟ وراح أروح إيش أسوي؟ أسوي له حفظ. أول شيء أسوي له تعديل. التعديل راح أسويه بهالطريقة. بعد ذلك أسوي له حفظ. راح أسوي له تعديل. بعد ذلك أسوي له حفظ. سويت له تعديل وسويت له خزن. هسه بعدين آخر شيء شو أسوي؟ أرجع جيسون. هذا جيسون إيش بي؟ بالسكسس ترو. وبي المسج اللي هي بيها تم
تأكيد الحساب بنجاح يرجى تسجيل الدخول. تتا خلصنا. اوكي، هسه صار عندنا، صار عندنا فانكشن التسجيل، صار عندنا فانكشن تسجيل الدخول، وصارت عندنا فانكشن الكونفيرم مال الاكونت. اوكي تمام، احد عنده سؤال؟ اوكي، داله الكونفيرم، دزينا الكود واليوزر نيم والايميل، رحنا شيكناه بالداتابيس. اذا رجعنا من الداتابيس داتا اعتمادا على هاي الثلاث كونديشنات اللي هي الكود واليوزر نيم والايميل، اوكي، اذا ما رجعت لنا داتا فراح انه نقول يابا ترى معلومات التاكيد غير صحيحه. اذا رجعت داتا معناه انه فعلا اكد الحساب، الكود اللي طببه واليوزر نيم والايميل صحيحات، ونفس الكود مال تاكيد دزه. فايش راح نحول؟ راح نحول اليوزر كونفيرم نحولها ترو، اوكي، ونعدل هذا اليوزر، هذا اليوزر اللي رجع لنا نحول الاس كونفيرم مالته ترو ونعدله ونسيف التعديل بالداتابيس ونرجع له رساله نقول له تم تاكيد الحساب بنجاح يرجى هسه تسجيل الدخول. فمن راح يجي يسجل دخول راح يكون حسابه موجود بالداتابيس وصاير له كونفيرم وكل شيء راح يشتغل طبيعي. سهلة؟ ان شاء الله باكر بالمحاضرة مال باكر، اوكي، نشرح شلون راح نبدي نربط الواجهة مال تسجيل الدخول ومال انشاء الحساب، اوكي، ويا الكنترولر مال الاكاونت. تمام عيني؟ لان احنا لحد الان فقط سوينا الكنترولر اكاونت، بعدنا ما رابطيه ويا الفيو. فباكر ان شاء الله راح نشرح شلون راح نربطه ويا الفيو ونخلي شلون نستخدم من الفيو الكونفيرم اكاونت والريجستر وايضا اللوجن. تمام لهنا؟ تصبحون على خير.